صار عندي زي يعني بدي صور، وكأني كل صورة بحصل عليها كأني بحصل على كنز. كان هذا الشيء حلو. هلأ في البداية ما كنتش أفكر إني أعمل جميع نواحي الحياة، ما كنت أفكر. بعدين لما بلشت شوي شوي صرت أفتش على كل فلسطين، مش على منطقة واحدة، لأنه في ناس مثلاً بيهتموا ببلد واحد، بمنطقة واحدة، بقرية، بكذا، ممكن تكون قريته. أنا لا، أنا عملت فلسطين كل فلسطين. لما بلشت أخذ الصور، أشوف الحداد، لما أجي بدي ألون بدي أعطيها طبعاً اللون الطبيعي. هذا أهم شيء، إنه ممنوع التغيير، ما لازم نغير فيها. فصرت يعني مش عارفة كيف أحكي هالكلمة، يعني بدي صور كيف الجوعان، كيف العطشان بده ماي. أنا كنت هيك لدرجة إني عرفت حالاتهم الاقتصادية. يعني لو أنت الفقير ولو أنت الغني، لو أنت الإقطاعيين، لو أنت المزارعين، لو أنت الصناع، لو أنت البحر، لو أنت السماء. على فكرة سماء فلسطين مميز، أنا متمنية أشوف سماء فلسطين، لأنه من الصور اللي بتجيني من صور فلسطين القديمة والحديثة بتلاقي السماء عندهم صار عنا، لازم أحكي عنا، سمانا. هذا سمانا بفلسطين، السحاب فيه مميز، بتلاقيه منتور منتور منتور، يعني مش سما هيك عادية، لا فيها هيك أشياء. وأنا كفنانة كتير بيجذبني وبنتبه على هذا الشيء. فصورت السماء أو رسمت السماء، مرات بتيجيني صورة، على فكرة بتيجيني صورة السماء من قدم الصورة ما بكون باين السماء، فبطلع على الملابس شو لابسين. هون بعرف إنه مثلا صيف، شتاء، خريف، ربيع، فبرسم السماء بلون الملابس، لأني بعرف مثلا هلا شتاء معناته السماء فيها ألوان معينة، وهكذا. ما شاء الله عنك. ما بتقدر ترممي لي أي صورة مثلا؟ أي صورة بدك إياها بعتي لي إياها. لا هلا أنا أقدر آخذ لك. كيف بترممي؟ ما يعني ما أعرف. أصابعي هذول اللي بيلونوا فلسطين. لا أنه أنا قصدت فيها حسن. أنا قصدت إنه أي صورة تشتغلي فيها مثلاً. أوكي. يا صاحبي. ورجيني كيف، خلينا. يلا.